أهلا أعزائي المشاهدين أرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة من برنامج ليكن نور وصلى الله أن تكون بركة لحياتك حديثنا اليوم عن القيم في المسيحية الأخلاقيات المسيحية واخترت هذا الموضوع حتى نميز طبعا بين تعليم المسيح وبين أي تعليم آخر طبعا خليني أبتدي في البداية أقول أنه المسيحية بتدور بتتمحور حول شخص. وهذا الشخص هو الرب يسوع المسيح اللي مات على الصليب وقام من الاموات وهو حي الى ابد الابدين وهو كامل بلا خطيه وبلا عيب. فهذا يعطي التحدي الاكبر انه هل تتبع القائد ومن تتبع؟ اذا اتبعت يسوع المسيح فطبعا بدك تتبع اخلاقيات المسيح تعاليم المسيح والقيم قيم يسوع المسيح تتشبه بيسوع تتمثل بيسوع تحب مثل يسوع تهتم بالناس مثل يسوع تهتم بالغريب بالمظلوم بالارمله بالطفل في المراه تهتم بكل طبعا في العداله الاجتماعيه تهتم أيضا بتعليم يسوع أقصد الملكوت الروحي هذه المملكة التي تختلف عن المملكة الأرضية اللي بيتسلط وبسود عليها الناس وبحاولوا إما بالإقناع طبعا بطريقة إجبارية أو بالعنف بحاولوا أنه يطبقوا هذه الشرع السؤال إذا أردت أتبع أي نبي ألا أفحص ما هي هوية هذا النبي؟ كيف ولد كيف عاش واذا في شخص حياته مثاليه حياته كامله اتبع هذا الشخص الكامل والحي ام اتبع شخص غير كامل وشخص ميت وهذا السؤال محتاجين نجاوب عليه واقصد احبائي في بدايه حديثي احنا في الفتره الاخيره بالاخبار مش عم بيمضى يوم الا في جماعه من الارهابيين طبعا باسم الدين الاسلامي بغض النظر المسلمين وافقوا او لم يوافقوا هذه وظيفتك انك انت تتظاهر وتقول ان هاي الناس مش مسلمين هؤلاء شياطين لانه الفعل اللي بيفعلوه هو بكل بساطه اللي بيحكي عنه الكتاب المقدس هذه مواصفات الشيطان السارق لا ياتي الا ليسرق ويذبح ويهلك كان ذاك قتالا منذ البدء وهو الكذاب وابو الكذاب، طبعا اذا الامور استخدمت العنف باسم الدين وبيستخدم الكذب بيستخدم القتل والعنف والارهاب وبيستخدم الاغتصاب والزواج وطبعا امتلاك الاموال وسرقه امور مثل ما حدث في مصر سرقوا الموبايلات وسرقوا ايضا الذهب من الناس تحت من ما هي المسميات اللي ممكن تسميها وبعدها بهنوا بعد على الانتصار العظيم يا سلام جماعه من النساء والاطفال والرجال العزل رايحين على كنيسه حتى يعبدوا الرب وبعدين بيجوا الارهابيين بوقفوا الباص الحافله يعني وبعدين بيعطوا يعني الخيار لازم تصير مسلم. طب اصير مسلم ليه؟ وكيف؟ وهل يعني اصير مسلم تحت الرشاش، المدفع الرشاش تحت الرصاص؟ وفرضا انا انسان ضعيف ما عنديش ما عنديش قيم امشيت على ما قلت اوكي خلاص قلت الشهاده. هل هذا يعني أني صرت مسلم؟ وهل لهالدرجه الدين بسيط؟ وهل لها الدرجة الله يرتشى وهل لها الدرجة الله ضعيف وهل لها الدرجة إنه الله بيسمح وبحلل بعد ما أعطى قمة القيم والتعاليم في شخص المسيح أيعقل أيعقل باسم أي دين يعمل ما يعمل جماعة طبعا من اللصوص إرهابيين قطاع الطرق سراقين فأسهل شيء يلا نستخدم الدين فالدين هو الهويه هو الختم والعلامه اللي فينا ان ننفذ مقاربنا وفينا ننجو يعني ان ان سئلنا ما هو الدين يعني الدين بيطلب هكذا والنتيجه عم بيقتلوا الابرياء ومثل ما سمعنا طبعا الحادث الاخير اللي صارت في في لندن على الجسر لندن بريدج مكان سياحي مجهور جدا والسؤال يعني شو المنفعة اللي أنت استفدت منها؟ وفرضاً خلاص وصلت للقناعة غيرت الغرب وغيرت الدنيا وعملتهم مثلاً للديانة الإسلامية، أيعقل أنك تبني ديانة على أساسات هشة؟ على تهديد؟ على وعيد؟ طب اللي وعدك وبعدين خلاص يقول لك أنا بدي أعيش بسلام فهو صار مسلم ويمكن ابنه أو ابن ابنه ما بيعرف أنه مثلاً آباؤه مثلا من سنين في مذبحة الأرمن أو من سنين مثلا السريان أو من سنين سنين في شمال أفريقيا بلد كلها مسيحي كان الدم إلى الركب أو في الشرق الأوسط يعني اختار يعني وبعدين ال ال الأغرب إنه بيعتبروها دفاع عن النفس كيف تهجم على أبرياء وتقول دفاع عن النفس بدك تهاجم هاجم, هاجم ثكنة عسكرية أو هاجم الأشخاص اللي بيحاربوك أما مسيحيين بيعبدوا الله وبيكرموا الله ومسالمين وحتى مش بس بيغفروا لك من بعد ما بتعمل كل هذه الأعمال يعني أنا زهلت من المصريين عم بيقدموا الغفران للقاتلين فأي قيم وأي أخلاقيات عم تتبع اليوم ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير أعزائي المشاهدين أنتم عم بتشاهدوا برنامج ليكن نور وحديثنا عن القيم في المسيحية بتشوفوه على قناة الحياة بث مباشر اليوم طبعا بعد قليل منحب نسمع تعليقاتك وأفكارك إذا عندك أي سؤال أو أي استفسار يمكنك أن تتواصل معنا فإذا القيم في المسيحية أولا أحبائي قيم المسيحية هي نابعه من شخص يسوع المسيح. يسوع هو المقياس ويسوع هو طبعا اللي انت بتقارن نفسك فيه. يسوع قال من منكم يبكتني على خطيه. حياته كانت معجزه اخلاقيه. حياته خاليه من كل خطيه، اما الانبياء فعصت وغوت واستغفرت وعملوا أمور مشينة ويعني قتلوا وهلكوا باسم طبعا بأي اسم بغض النظر لكن شخص المسيح رسالته حياته تواضعه مثل اللي لا أعتقد أنه في أي شخصية في هالوجود أنك تقارنها وممكن يعني أكون أكثر يعني حازم في الأمر اقول ايضا انه عيب فعلا عيب انك تقارن اي شخصيه نبي عظيم حكيم اي شيء عيب انك تقارنه في شخصيه المسيح. انا دارس مقارنه الاديان، انا ممكن افتح الكتب واقول لك هذا النبي عمل كذا وكذا وكذا، هذا النبي عمل كذا وكذا، هذا الحكيم عمل لكن لا تستطيع ان ترى اي شيء ما يخجل او يحرج في شخصيه يسوع. فكل الأديان يمكن بتدور حول شوية تعاليم وشرائع بحاول يطبقوها المسيحية بتدور حول شخص ولأنه هذا الشخص هو الكامل عنده القدرة أن يبرر الإنسان الخطية فأنا هذا الشخص اللي بتبعه أنا بتبع شخص حي مش ميت أنا بتبع شخص هو مثال لي مثال في التضحية أجا حتى يموت على الصليب رغم كل اللي صار من معجزات التعليم اللي بتثبت انه عنده الجداره لكن ما تغير ثبت وجهه نحو اورشليم وهذه شجاعه المسيح انه ذهب فعلا الى الصليب وطبق الكلام الذي قاله عن نفسه ليس لاحد حب اعظم من هذا ان يضع احد نفسه لاجل احبائه فانا عاوز اتبع شخص مات من اجلي شخص احبني حتى المنتهى شخص مش عم بديني شخص مش عن بيحسب لك كل غلطة شخص مش قاعد بس ينزل نار علي أو دينوني أو وعيد أو تهديد إلى آخره هو اتكلم عن النعمة فالرسالة المسيحية هي رسالة نعمة نعمة الله يعني عطية الله مجانية لا أستحقها بغض النظر يعني شو ما بتعمل ما بتستهلهاش هاي محبة الله ورحمه الله الممدوده لك، هاي هي النعمه. فهاي الرساله رساله المسيح هي رساله النعمه، بغض النظر بغض النظر بسبب خطاياك. لكن ان اصبح ديان للناس هذا ضد مبادئ وتعاليم المسيح. المسيح طبعا هو الديان وفي يوم من الايام في حلقه انا قلت احذر غضب الله انك راح توقف امام المسيح وراح تعطي حساب عن نفسك. ويمكن اليوم عم نتمادى وعم نسخر ونستهزئ وعم منقتل وبنعمل باسم الدين وبالواقع باسم الفلوس مش باسم الدين وبالنهاية أحبائي رح توقف أمام المسيح فمبادئ المسيح هي بكل بساطة واضحة جدا 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 في العهد الجديد هو تكلم في عظته على الجبل وهذه التعليم هو قمه تعليم يسوع المسيح لا يوجد له مثيل ما فيش اي مثيل في الدنيا ان بتقول لي عندك ديانه طب اقول لك شو التعليم اللي في الديانه هل اتيت بشيء جديد هل في شيء متميز بديانتك هل في شيء يسمو على تعليم المسيح المجال مفتوح فيك تتصل وتقول لي فعلا هذا التعليم مش موجود في المسيحيه حتى نتكلم ونتحاور ايضا شيء اخر وهذا اللي بدل على عظمة يسوع المسيح قال في العظة على الجبل ما يسمى القانون الذهبي اسمع ما يقول فكل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضا بهم فكل ما تريدون أن يفعل الناس بكم أي شيء أنت بدك الناس تفعل بيك افعل هكذا أنت أيضا بهم ومين بحب أن يكون يتأذى ومين بحب ينضرب ومين بحب يتسب ومين بحب يتشتم ومين بحب يغتصب ومين بحب يتسرق ومين بحب يتبهدل ومين بحب الفوضى العارمه اللي بتحل بسبب الدين ما حدا بحب فطالما انت بتحبش معناته ما تطلبش الشيء اللي هو يعني المسيح افعلوا هكذا انتم ايضا بهم وهذا هو القانون الذهبي ممكن أطلب منك اليوم أنك تقرأ القانون الذهبي أو العزة على الجبل اللي هو دستور الملكوت الجديد تعاليم يسوع إنجيل متى إصحاح خمسة وإصحاح ستة وإصحاح سبعة وأنا أؤكد لك إذا قرأت هذه الإصحاحات بدون أي تحيز على المحل رح تركع على رجليك ورح تتوب تقول أنا بدي أتبع هذا الشخص هذا شخص يعني فعلا فوق عادي أنه يتكلم بهذا السلطان وبهذا التعليم تعليم يسوع المسيح واضح جدا المسيح بطالب العبادة لله اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد فتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل قدرتك ومن كل فكرك ومن كل نفسك ولاحظ ووصية مثلها لاحظ الكلام ووصية مثلها تحب قريبك كنفسك فالمسيح أكد أن العبادة لله ليس لإله المال وليس لإله السرقة والقتل والذبح هذه آلهة وثنية في الكتاب المقدس لكن الله هو الإله الحقيقي وحده اللي قال عنه يسوع وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته فالعبادة هي لله وحده وقال يسوع لا يقدر أحد أن يخدم سيدين إما الله أو المال إما أنت عبد لله أو أنت عبد للشيطان المال والمال طبعا اللي بتقدر تحط فيه كل الديانات التي تناقض يسوع المسيح فبسبب الفلوس أنا بستخدم الفتوحات والغزوات والقتل والإقهار وبستخدم كل الوسائل عشان أربح بالنهاية ايش؟ يعني احنا دارسين تاريخ حتى يكون غنائم أكثر ونساء أكثر وأموال أكثر فإذا هل أنت تتبع سياسي ولا دين؟ أم هل السياسي مغلفة بالدين؟ وهذا اللي عم بشوفه فأنا يمكن بقتل ناس هذا إشي سياسي لكن للأسف برضو شو السياسة إذا هذه الجماعة اللي في مصر القتلة والشياطين طب هاي الناس ما بتحبش الحكومة ما بتحبش النظام ما بتحبش الرئيس ما بتحبش الشعب كل هدفها انه تدمر النظام تدمر السياحة تدمر الشعب تقتل باسم الدين حتى ينزلوا الحكم حتى يحكموا هني طب وحكمت وبعدين ما انت عم تبني على اساسات القوه والقتل والعنف خليني اسالك سؤال وفرضا الدول العظمى مثل امريكا مثل كندا مثل اوروبا مثل اسرائيل او اي بلد اخر تمتلك اسلحه فتاكه تستطيع ان تنهي العالم كله بساعات بسيطه وتخيل انه لو هذه الانظمه عم تعمل بحسب نظامك انت طب شو القوه شو المنفعه طب ما في اقوى منك يعني هو شجاعتك وقوتك على شويه هالابرياء العزل او انت ماشي في لندن عم بترهب الناس الابرياء عم بشموا الهواء عم بيتنزهوا عم بيمشوا مفروض يكون في امان ولا هالدرجه بتكره الدنيا كلها تكره الناس تكره الوطن تكره الرؤساء تكره السياسه بتكره كل شيء مع انه طب ما فيش عندك ولاء سياسي ما فيش عندك ولاء وطني تحب وطنك تصلي من اجل شعبك تطلب الخير من اجل شعبك المسيح قال لا يقدر احد ان يخدم سيدين هذا السيد سيد المال قاسي جدا لانه الشيطان مراوغ ويغوي الكثيرين مش مشكله بدخل الديانه من الناس اليوم بتتاثر في الدين بدخل الدين في الموضوع وخلاص حلناها حلينا الإشكال طب عن المثال يعني خد الأمثلة من الخلفاء للحكام لكله اللي كلها اغتيلت وكلها بسبب مطامع ودولة على دولة وقوة على قوة طب ليه طب أعطيني مثل صحيح أنا عشان أمشي فيه وهل يعقل أنا إذا يعني آمنت بالإسلام وبعدين أنا شفت أنه في إشي أهم أو أفضل لإلي من خلال رسالة المسيح أنا مهدد إنه ممنوع أترك طب شو بقي؟ معناته تق... أنت عم بتقول لي هو بس بالرعب لازم تصير متدين، طب وبالرعب أنت أرغمتني وصرت متدين وبعدين طب والحياة الأبدية والسماء أفقد الحياة الأبدية إلى أبد الآبدين مشان تنشر بسبب مطامعك المادية وحريتك الشخصية تجمع لك شوية نسوان وشوية مال أليس عجبا أحبائي هذا اللي بنشوفه في هذه الأيام وللأسف إنه هذا هو إله المال هو إله مزيف الرب الكتاب بيقول أو الرب يسوع قال تحب الرب إلهك من كل قلبك الرب أولا الرب أولا حيث يكون كنزك هناك أيضا يكون قلبك يعني المفروض ترفض ملكوت المسيح بيختلف عن مملكة العالم ترفض الآلهة المزيفة في هذا العالم ترفض الديانات اللي بتجعل الله رسول لها الله بيشتغل تحت الناس بيشتغل تحت داعش والمنظمات الإرهابية كيف ممكن أسمح لمنظمات إرهابية تشغل الله عندها بيدوس على الزر وبيعمل اللي بده إياه هو الله ملكهم هن الله بيشتغل تحت إيدينا أنا عاوز هيك يلا خلاص بجعلها بحولها امر ديني للاسف يعني شوي يمكن انا متضايق لكن احبائي هذا اللي بنشوفه يمكن رسالة صعبه اليوم بس هذا هو الواقع اي قيم بتتبع اي قيم يعني انا عاوز اشوف اي مثل بتتبع اي نبي خلينا نكون صريحين يعني هو الواحد يعني يضله خايف على اساس تكون انت مثلا راضي طب وبعدين بنيت هالبرج العالي والهرم العالي ما هو راح يتدمر لانه انتو بعدين بصير الامر بيناتكم فرضا اخذتوا العالم وصار اسلامي كله طب بعدين مين بصير المصري بدي حارب السوداني وبدي يصير شمال افريقيا يحارب السعوديه ليه لانه بتصير كل مطامع اذا مبني على ماده مثلا او على اساسات غلط بصير بعدين من جوا يتاكل وعلى فكره كل امبراطوريه كل مملكه هزمك من الداخل كل اساس مثل ما قرانا في الايه ان ان لم يبني الرب البيت يعني اذا ما كانش الاساس البناء على اساس صخر تيجي الرياح وبتيجي هاي العواصف فطبعا الكتاب بيقول لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد بعدين ما عندهنش اي شيء يعملوا لكن خافوا من الذي عنده السلطان عنده القوه انه فعلا يهلك الجسد مع مع الروح فاذا اخوتي واخواتي هاي هي المثاليات المسيحيه تعبد الله تتبع يسوع شخص يسوع المسيح كمال يسوع تمشي على القانون الذهبي تمارس الحياه الايمان بالله احترام الاخرين من هو قريبي المسيح يتكلم عن المثل السامري الصالح اللي صنع الرحمه تحترم كل الناس يعني طيب انا يعني ارغمتك انك تكون يعني على ديني بس انت من جوا مش مقتنع طب كيف بتفسرها اذا الانسان من جوا مش مقتنع احترام الاخر... الآخرين المسؤولية يكون عندك مسؤولية أمام الناس ماذا عن حياة الاستقامة والصدق إذا ال... إذا المبادئ والتعليم مؤسسة على المسيحية بيكون فيها صدق واستقامة، وعاوز أقول لك البر يرفع شأن الأمة وعار الشعوب الخطية بغض النظر شو الإمبراطورية سواء الغرب أم الشرق، عارف إنه الغرب ابتدأ على قيم مسيحية على أساسات مسيحية، او بالواقع هربوا من اوروبا من من الاضطهاد الديني عشان يجوا يعبدوا بحريه الرب في كندا وفي امريكا وبرضه اذا هاي الانظمه بتتغير بقول الامه التي تخطئ عني ابيدها عن وجه الارض يعني يمكن يستخدمك انت تكون الاداه باسم الدين طبعا حتى تكون اداه تاديب لكن انا عاوز اقول لك لا هاي الشعوب ماشيه على مبادئ واساسيات حتى لو كانت شعوب علمانية، الاستقامة والصدق. يعني هل الكذب مثل شربة المي؟ أنا بعرف عنا بالشرق الأوسط، الكذب مثل شربة المي. يعني واحد بيكذب على أي شيء، بيكذب إنه أجا على بلد غريب، بيكذب على مرته، بيكذب بالحرب، بيكذب في أي موضوع بيكذب فيه، وبيعتبروا إنه خلاص ما هو الرب كمبيوتر بين إيديّ، أنا بشغله تحت إيدي، مش هيك الدين؟ لا أحبائي. مخيف. هو الوقوع في يدي الله الحي ماذا عن الأمانة والإخلاص طب كيف بلدك ده تتطور إذا أنت عم تهدم بلدك عم تقتل السياحة عم تقتل الأبرياء طب الناس ما بدهاش تعيش اترك الدينونة لله خلي ربنا يديننا أنا كافر خلي ربي يديني لكن ما تكون أنت الديان بسبب مطامعك المادية ماذا عن الإخلاص ماذا عن اللطف حياة المسيح لطف وشفقة طب قتل أطفال أبرياء ما طبعا بالعهد القديم كان يقدموا هاي الذبائح لمولوك ومالكم آلهة مزيفة فأنت عم بتقدم ذبايح لآلهة مزيفة للإله اللي بتنادي عنده الله بترضيه كأنك بتقدم خدمة لله وانت مش عارف انه الله عم بحضر لك مش جهنم قاع جهنم من تحت تحت لانه مش عارف انا بقولك عشان تنتبه وعشان تحذر اليوم عن حياة الاكتفاء هو المطامع اللي بتخليني بدي احتل واخذ واخذ اكثر، وحده بتكفينيش، نسوان اثنين بكفينيش، لازم اجمع اكثر واكثر وجواري. الحياة المسيحية حياة الاكتفاء، حياة الشكر، حياة الصبر. الحياة المسيحية حياة السلام احبائي، بتقدم السلام من الداخل، حياة التواضع. المسيح حياة السلام، المسيح متواضع فأنا بدي أتبع هذا الشخص. مش القاسي مش المتمرد مش القاتل مش اللي بيهدم مش اللي بيعمل امور باسم الدين لا هو اعطى حتى فرصه للتلاميذ ان يتركوه اكثر من هيك لكن اجل محبتهم له له للمسيح قالوا الى من نذهب وكلام الحياه الابديه عندك ماذا عن حياه الولاء والانتماء انا بشكر رب انه المسيحيه عندهم انتماء وعندهم ولاء لأوطانهم وبيصلوا من أجل الحكام وبيصلوا من أجل الرؤساء وبيصلوا من أجل يعني اللي بيشتغلوا في المسؤوليات المتعددة في الدولة لأنه مخلصين عندهم طبعاً هذا الولاء والانتماء والإخلاص محبتهم لبلدهم. لاحظ أحبائي الرب أولاً. المحبة تحب الرب إلهك من كل قلبك إنك لما بتحب الرب من كل قلبك من كل فكرك من كل نفسك شيء طبيعي راح تحب قريبك مثل نفسك حتى المسيح قال أحبوا أعداءكم إلى درجة أنه يعني أخذ أميال أكثر من المطلوب في شريعة موسى فكل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضا بهم أعزائي ساعود بعد قليل اعزائي بكل بساطة اتبع او تمثل بشخصية يسوع امشي بحسب القانون الذهبي اللي قراته اعبد الله احترم الاخرين او احترم الجميع حتى اي شخص اليوم بالغرب عم بيحترموا الحيوانات طبعا كمان في كثير ناس بالشرق احب قريبك كنفسك كن متواضع كن امين كن مخلص عيش حياه اخلاقيه الستم تعلمون ان جسدكم هو هيكل للروح القدس فانت بتعيش حياه اخلاقيه الله بيعطيك القوه من عمل من خلال الروح القدس انك تقوم بهذا الشيء وانكم لستم لانفسكم بل للذي مات لاجلكم وقام اهتم بحي... باحتياجات الاخرين اهتموا باللاجئين اهتموا بالارامل اهتموا بالايتام اهتموا بالضعفاء مش الضعفاء تيجي تقتلهم اهتم بالضعفاء لا تكون مرائي ما تستخدمش الدين يعني تكون عم بتصلي وعم بتصوم وعم بتعمل كل فرائض وقلبك اسود مليان كراهيه الناس اللي قتلت هاي قلبها مليان كراهيه ما تغيرتش بنعمه يسوع المسيح ما تكونش من اصحاب البر الذاتي متدين بس مظاهر تدين لكن من جوا عظام نجسة مثل ما بقول الرب يسوع المسيح. لا تنتقموا لا تكرهوا مارس الغفران، مارس المسامحة، هاي بشكل مختصر جدا بعض اخلاقيات المسيح، انا بدعوك انك تقرا العزة على الجبل، خليني اخذ بعض المكالمات، خليني اخذ المكالمة الأولى من الأخت نهال من انجلترا، أهلا وسهلا أخت نهال. اهلا وسهلا يا اسيس نزار بشكرك على جرئتك في تقديم الحق وانا عندي تعليق وعندي سؤال لو افترضت ان انا مشاهد بس شخص عنيد شويه ومش عايزه اسمع نصيحه حضرتك اتبع الرب يسوع عايزه اتبع حد يعني اسال نفسي سؤال واضح وصريح، الى اين تاخذني هذه التبعيه؟ يعني حياتي طالت ام قصرت هتنتهي، لكن الابديه هقضيها فين؟ فلو افترضت مثلا ان انا بتبع النبي محمد، والنبي محمد نفسه بيقول بلسانه انه ما لم يتغمدني الرب برحمته انا مش ضامن انا داخل الجنه ولا لا، لكن لو انا اتبعت النبي يسوع خلينا نقول النبي يسوع قال من يؤمن بي له حياه ابديه وقد انتقل من الموت الى الحياه ومن الظلمه الى النور ترى اتبع مين؟ اللي واثق ان انا اقضي معاه ابديه وبيديني ضمان بكده ولا اللي مش واثق؟ انا هسيب الاجابه للمشاهدين ونفسي احط نصيحه بليز اقروا اه متى خمسة وستة وسبعة دي الموعظة على الجبل لأنها بتخص تعليم السيد المسيح وعايزة أقول جملة حلوة قوي عجبتني من أحد الخدام كتبها بيقول إن يسوع هو رب الحياة وليس رب الموت إله الموت اللي هو إبليس بيرسل أولاده لكي يميتوا الناس لكي يفجروا أنفسهم ويميتوا الأحياء أما رب الحياة وهو يسوع يرسل أولاده لكي يفجر منهم الحياة ويحيوا الأموات فده تعليقي نفسي أسألك سؤال يا أسيس نزار ونفسي ترد عليا بأمانة لكل مشاهد لو أنا كنت بتكلم مع واحد مش من الديانة المسيحية وقال لي أنا مش عايز أتبع أي دين ومكتفي بعلاقتي بربنا آه، وانا يا ستي مش مسيحي ومش بعترف بالصليب وما تم فيه من غفران لكن انا علاقتي بربنا وانا واثق انه الله غفور رحيم فايه خطوره الفكر ده وربنا يباركك آه، طيب شكرا كثير خلينا اول شيء آه، بالسؤال التالت ايه خطوره ده؟ آه، طبعا ايه المقياس؟ كيف بدي اعرف الرب اللي انا بدي اعبده وكيف ماشي حسب وصيته؟ وهل أنا عايش في حياة الكمال؟ وهل فعلاً أنا مثل يعني شو يعني إذا أنا لا أقرأ الكتاب المقدس وأعرف شو الكتاب المقدس بتكلم عن الله، كيف بدي أعرف هذا الإله؟ فهو عم بيختار الله اللي رسمه في ذهنه. لكن الله مش الاله اللي بنرسمه في اذهاننا وبنحط انا بعبد الله وسيبك من الاديان وهي على فكره فكره الكاترين في هذه الايام طب شو نوع الله اللي انت بتعبده شو انت حطيت الله غفور رحيم على اساس ايش الله غفور رحيم معناته انت عم بتحط تعليم اللي الله كاتبه ومعلمه في الكتاب المقدس على اساس الغفران على اساس يسوع فانت بس مش عاوز تتبع يسوع لأنه يعني هذا بقودك للغفران فإما بيكون عن مشكلة أخلاقية أو بسبب جهل أو بسبب كبرياء لكن اللي بيقرأ عن يسوع يكتشف ويصطدم بالحقيقة أنه إله أمام إله حي إله كامل اللي هو شخصية يسوع المسيح أما بالنسبة للشيء الأول اللي بتتبع هو أنت جاوبتي على السؤال أتبع من؟ أتبع اللي بيعطي الحياة ولا الموت؟ أتبع أتبع مين؟ اللي بقول لي يعني إلك حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة ولا شخص بعده مش متأكد من من مماته مش متأكد من أبديته؟ لا، بحب أتبع الشخص اللي أنا واثق منه وطبعاً هو مثال الكمال يسوع المسيح. خليني آخذ ليندا من الولايات المتحدة، تفضلي يا أخت ليندا. مرحبا اخ نزار مرحبا اهلين شكرا على كل ما تقدمه وتطرحه من المواضيع وانت كارز مميز وانا احرص على متابعتك شكرا بالنسبه للمسيحيه هي ليست ديانه هي ايمان بشخص الرب يسوع المسيح والايمان يكون عن اقتناء ونابع من القلب م. ولا يمكن ان ياتي بالاجبار والاكراه يصير مكروه ومنبوذ وكل كل حلقاتك حلوه وكان هناك حلقه مع القس او دكتور عزت كانت عن حروب العهد القديم حلقه م. مهمه جدا انا استفدت منها كثيرا وبالنسبه لحلقه اليوم ايضا كان هناك حلقه تصب في نفس الموضوع كانت ماذا يعجبني في شخصيه المسيح؟ يعجبني انه اعظم ما في الوجود ولكنه تواضع الى ابعد الحدود يعجبني انه لم يكن له ولا خطيه ومع هذا لم يدن ولا واحد من البشرية يعجبني أنه طاهر وبار وقدوس وأستطاع أن يحب ويحتوي كل الخطاة وضعاف النفوس يا ريت لو كل الناس تعرف قيمة هذا الرب العظيم المحب الذي فدى نفسه على الصليب شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا يا أخت ليندا ربنا يباركك ربنا يبارك شكرا أه خليني آخذ جورج من كندا أهلا وسهلا أخ جورج سلام الرب يسوع سلام الرب يسوع اخ جورج انا انا بشكرك انه فتحت نفس الموضوع كمان لانه لانه خلينا نكون دائما على نفس المنوع على نفس الموضوع المحبه اللي اللي نعطي لاخوتنا واحبتنا ليس فقط للمسلمين بل لكل العالم ليكون النور مثل ما يقول فوق قمه الجبل يستنير به العالم كله. أخي نزار أنا عندي جار مسلم كلما يصير أي قتل أو يقتل الناس حتى أفرجيك الصورة أنه مع الأسف الشديد أنا ما بدي أصور جميع المسلمين كذلك طبعا لا عندي أصدقاء مسلمين ثانيين بيحسوا بغير شيء لأنه مش متعمقين بالكتاب وما بيأخذوه جدي بطريقة الانسان عم بلاحظ الانسان المسلم كل ما يتعمق بالكتاب كل ما يكون فناتك وبيكون بيكون يعني يعني قريب التيرورست مش ف ف مش بعيد من الانسان القاتل وبيشتفي كانه غليله بيشتفي قلبه بحد لما بتشوف انه احيانا بينقتل ناس هو جاري جاري يحد بحد بتشوف بيضحك كل ما بيكون في قنبله او حدا دمر او كذا ولما صارت عنا هون بكندا شغلة الجامعة بكوبيك لما قتلوا اثنين او ثلاثة بوقتها مباشرة رحت على الزيت وقلت له انا اسف يعني انه بغتة واحد دخل وقتل ومن من هذاك اليوم كل ما اقول له يقول لي نعم الامير امريكا عم تقتل كذا واحد بالعراق قلت له حبيبي حتى لو كان مش ما في امريكان انتم بتقتلوا بعضكم بس هو طبعا النظره تبعه ما بتختلف لانه خلص حاطه في عقله اللي انت عم بتقوله سالته سؤال قلت له انت لو السؤال ك... نفسه اللي انت سالته قلت له صار العالم كله مسلم انت ايش راح تستفادوا؟ لانه هو كل مره بيذكرني بيقول لي ما تمشي ها اوروبا صارت بدها تصير كلها اسلاميه وشوي ثاني بامريكا قلت له حبيبي المحبه التي وزرها الرب يسوع سوف تنتصر غصبا لانه لا الانسان بطبيعته لا يستطيع ان يختار الشر فوق الحياة فوق المحبة ولا يستطيع أن يختار ال ال الحظ آه فوق الغفران والتعامل مثل ما يقول حتى بكل الديانات والخلفيات وال 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 اللي نحن جايينها لانه دائما السلام في قلب الانسان انه حتى ولو كان شو من كان دينه انه نتعايش مع بعضنا بمحبه وغفران فدائما الجواب تبعه انه هو يعني انه خلص الاسلام ما بقاله شو شيء، قلت شو بدك تستفاد لو صار كل العالم اسلامي؟ شو راح يصير بعدين؟ شو والرد الرد علي بالجواب المضحك يعني انه عم تستهزئ قال طبعا رح نقتل بعضنا بيتم الشيعي لساعته بدنا نقتل الشيعيه ونقتل فلان ونقتل قلت له فلذلك انت ديانتك ديانه حرب ديانتك مش ديانه سلام مش ديانه محبه وبعدين نحن انا يعني بدي اقول لك شيء اخي نزار أم صدقني صدقني يا اخي نزار انه الرب الذي سمح فيه اليوم مثل ما قال قال انظروا قال قال ال 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 البرج الذي سقط على ناس وقتل شيء 14 واحد قال هذا لا يعني انهم يستحقون الموت وانما كان عبرة وتمجيدا للرب يسوع لله انه حتى الاخرين انه كلتنا انه في هذا الطريق اخي نزار اقول لك انه انه اللي يفعله ايسس اليوم واللي صاير في العالم كله عم بيوقظ الايمان في الديانه المسيحيه اللي طبعا هي مش ديانه هي عباره عن علاقه شخصيه مع الرب يسوع. انا بتشكرك اخي نزار ما اعتقد انه راح يكون في حل ثاني الا اذا المسلم نفسه فتح قلبه وحكم على الانجيل بدون اي عنصريه وانه بشيء آه مثل ما يقول انه آه يحب انه يتقبله والا ف فالرب يسوع سيكون المنتصر عليه والمحبه سوف تنتصر فوق الشر شكرا أنا جزيلا لك في نزار والرب يكون معك والرب يباركك اخوي يعني بتصير الامور سواء يعني بسبب ناس يعني المثل اللي ذكره اخوي جورج انه في الهيكل مكتوب عن دم عن بيلاطس اللي خلط دم اليهود بذبائحهم في في المذبح والبرج اللي سقط منه او قتل 18 شخص الفكره انه يعني بغض النظر بسبب الناس القتل بسبب الناس او الكوارث الطبيعيه كان جواب المسيح الحق اقول لكم ان لم تتوبوا فكذلك جميعكم تهلكون يعني بغض النظر انت اللي بتسمع وعم تتالم كمان اذا ما تبتش اذا ما تبتش كمان يعني مثل ما قال يسوع سوف تهلك فاذا بغض النظر شو بيصير من الاداه الارهابيه او الكوارث الطبيعيه توقف بس متفرج وانك تتكلم عن الموضوع لكن بدون ما تعمل قرار في حياتك انت شو عملت من اجل المسيح لو انت مريت في نفس الظرف اللي مروا في احبائنا المصريين في في الحافله شو راح كيف كي راح تتصرف تمهل شوي تتسرعش احسب حساب النفقه اما بتكون فعلا تابع حقيقي ليسوع المسيح او مش تابع وانا بدعوك اليوم انه فعلا تتوب عن خطاياك تعترف فيها وتقر فيها امام الرب وتقول يا رب ارحمني وتسلم حياتك للمسيح قول يا رب انا بدي انا عاوز الحياه الابديه قل له أنا عاوز الحياة الأبدية لأنك أنت وعدت وعدت بالحياة الأبدية أنا عاوز الحياة الأبدية وعاوز اسمي ينكتب في سفر الحياة لو سألتك اليوم هل أنت موافق معي؟ إذا أنت موافق اكتب لنا ابعث لنا نحب نسمع منك بكل سرور سأعود بعد هذا الفاصل القصير اهلا اعزائي احنا بنتكلم عن القيم في المسيحيه وانا بدعوك في هاي اللحظات اذا عندك اي سؤال اي تعليق اي استفسار يمكنك ان تتواصل معنا رقم الهواتف موجود امامك أم القيم في المسيحيه خليني اخذ مكالمه من ابو مهند من الاردن اهلا وسهلا ابو مهند مساء الخير مساء الخيرات محبة للأخ العزيز أهلاً, أهلا وسهلا نزار نزار شاهين أهلا أبو مهند تفضل كلمتي أقول إني مستعد ليس أن أربط فقط أن أموت أيضاً. ارجع أبو مهند ممكن ترجع تعيد كلامك؟ إني إني مستعد ليس أن أربط فقط بل ان اموت ايضا في اورشليم لاجل اسم الرب يسوع المسيح اعمال 21 13 الاف المسيحيين من الرجال والنساء عند بدء الكنيسه الاولى استشهدوا وفضلوا الموت على نكران ايمانهم الثمين بالرب يسوع المسيح احد احد اباء الكنيسه الاولى كتب فيها هذه الكلمات أيها الآب الحنون أبا ربنا يسوع المسيح المبارك إني أشكرك لأنك جعلتني مستحقا اليوم ليوم كهذا ولهذه الساعة بالذات وذلك لكي أنال حصتي وامتيازي أدرى من بين آلاف الشهداء الذين حصلوا على شرف شرب كأس الرب يسوع إني أشكرك أيها الآب ما ستكون ردة فعلنا ما ت... ما ستكون ردة فعلنا لو وجدنا في مثل تلك الظروف ما هو مقدار أمانتنا وإخلاصنا للرب الحبيب يسوع هل نحن مستعدون للذبيحة أو التضحية العظمى هل نحن على استعداد أن نضطهد أو حتى أن نموت من أجل اسم يسوع إنني كمسيحي لا استحق العيش لم اكن مستعدا من اجل الاسبوع النفسي شكراً. شكراً, شكرا ابو مهند ربنا يباركك شكرا على هذه المداخله مره ثانيه بحب اشجع المشاهدين فيك يمكنك ان تتواصل معنا حديثنا عن القيم في المسيحيه عاوز طبعا بس اعقب على بعض الاتصالات يعني الرب نفسه قال اختاروا لأنفسكم من تعبدون إن كان آلهة السوريون وآلهة أخرى يشوع بن نون في العهد القديم قال أما أنا وبيتي فنعبد الرب يعني حتى الرب في القديم أعطى الاختيار لكن أعطى النصيحة قال اختر اختر الحياة قد جعلت قدامك الحياة والموت البركة واللعنة فاختر الحياة لكي تحيا أنت ونسلك من بعدك هو طبعا حط اللعنة والموت والحياة والبركة اختار الحياة اختار البركة عشان تعيش أنت ونسلك ليه تضلك يعني مهزوم مقهور كاره لكل شيء في الدنيا وبعدين خليني أقول تعقيب آخر وهذه شهادة المسيحيين بدون أي استثناء كل شخص اختبر خلاص المسيح اختبار حقيقي على مر العصور وعلى مر الازمان حياته تغيرت وكل ما تقربنا وتشبهنا ليسوع المسيح حياته صارت تعكس سلام ومحبه وغفران ونعمه اكثر واكثر في حياته. يعني على النقيض شفنا ناس مسجونين بسبب القتل تجار مخدرات شفنا رجال دين اللي كانت حياتهم مليئه بالكراهيه. شفنا ناس عملت يعني وعملت وعملت بحال قبولها يسوع المسيح وبحال اقترابها وتشبهها اكثر بيسوع المسيح تغيرت حياتهم وصاروا فعلا بيعكسوا صوره المسيح وبيتشبهوا في شخصيه المسيح بصير يقدر طب خليني اسال الاخت اللي فقدت زوجها واولاد واقاربها اللي عملوا معها اللقاء في التلفزيون في في مصر وعم بتقدم غفران للناس هو هذا ضعف ولا قوه شو رايك ضعف ولا قوه يعني من الاسهل انه الانسان يسب ويشتم ويلعن ويقتل ويدمر من الاسهل بس كون يكون عنده هالنعمه انه يغفر ويسامح هاي بتكون لمسه الرب هاي لمسه الهيه هاي نعمه الهيه على هذا الشخص واريد ان اقول احبائي فعلا فعلا كل الناس اللي امنت في المسيح وتغيرت حياتها وتشبهوا بيسوع حياتهم انقلبت راسا على عقب يعني في شخص كان يعني اشعل الديناميت اشعل الديناميت وعاوز يقتل في مكان ابرياء كثيرون وبعدين سمع صوت بكلمه بقول له انت ليه عم تقتل الابرياء؟ ارتعب من هذا الصوت ركض ووجد حجر وابتدأ يقطع الفتيل المشتعل قبل ما ينفجر الديناميت ويقتل عشرات من الناس الابرياء استطاع ان ينقذ الناس طب لو ما سمع هذا الصوت هذا اللقاء مع يسوع كان قتل قد قتل كل هذه الأبرياء وتغيرت حياته وما زال نادم حتى اليوم أنا أعرف هذا الشخص نادم حتى يومنا هذا أنه كيف تصرف هذا التصرف يا سلام عندما قبل يسوع المسيح يا للنعمة اللي موجودة عليه والسلام الحقيقي اللي في داخله يا للمحبة بحب شعبه وبحب أهله مع أنه مضطهد ومترود ومتروك وعم بلحقوه من مكان لمكان مع كل هذا عم بصلي لهم عم بحبهم عم بيهتم فيهم عم بيصلي للرب انه يفتقد اهله وانه فعلا يختبروا هذا الايمان نفس هذا الايمان شو اللي غيرت شخصية هذا الانسان وكواحد كان عم بيضرب زوجته بيضربها ضرب مبرح وبعد الضرب للأسف ذهب ليصلي ليكمل فرائضه الست أوشكت على الانتحار وقالت شو هالإله الظالم مش قادر أفهم هذا الإله عم بيضربني وهاي الأخت وقعت وانكسرت يدها شو هالإله الظالم وهو راح يصلي كأنه هذا شيء طبيعي وعادي هذه الست قالت طب ما خلاص ما فيش إذا هيك هذا الإله أنا ما بدي أتبع الإله هذا هذا إله ما بعجبنيش إله ضد النساء في الحياة وفي الموت وفي الأبدية وأنا شايف إنه هذا الإله بس عم بيظلم النساء وعم بيهتم في الرجال القاسيين القساة المجرمين الشياطين عم بيهتم فيهم لا خليني أترك هذا الإله بس بمجرد تفكير أنه اكتشفت أنه هذا الإله مزيف الرب ابتدى يتعامل معها هذه الست أرادت الانتحار انهارت ولما انهارت سقطت على الريموت كنترول على جهاز التحكم وفتح التيفي وكان برنامجنا موجود وكنت بتكلم بهاي الآية السارق لا, ليأتي لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك أما أنا أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل سألت مين هذا الإله انا بدي هذا النوع مين مين اليسوع هي ما كانش حتى عارف الاسم يسوع مين اليسوع هذا وفعلا بعد فتره عن طريق اخت عرفت مين هو يسوع وصلينا معها وسلمت حياتها للمسيح وما زالت مضطهده بسبب ايمانها ارفعوها بالصلاه وهكذا احبائي هذه القيم بتتغير لما بتيجي في محضر يسوع المسيح لما بتيجي أمام يسوع المسيح لازم تتغير لازم تتغير والله ببتدي يشكل حياتك وبتتغير حتى تكون مشابه صورة يسوع يعني بتصير مسيح صغير على هذا الأرض وخلي بالك عم يعني نحكي عن الإجرام والقتل وكله يعني الرب احنا عارفين الكلمة الأخيرة للرب هذا كله يعني يمكن مؤقت وأوقات يمكن صعبة لكن خليني أقول لكل حتى الإرهابيين كل شخص عم تقتلوه ألف واحد عم بيجي للمسيح ألف فإذا ما حلتوش المشكلة بالعكس هاي مشكلة حلوة وبعدين كل واحد بتقتلوه فعلا المسيحية الباقيين عم بيتشددوا بالإيمان وحتى المسلمين اللي اعتنقوا المسيح صاروا مسيحيين عم بيتشدد إيمانهم أن يكونوا جرئين أكثر واكثر وكل ما بتقتل شخص خليني اذكرك انه الله محضر حصاد نفوس كبير كبير جدا فاحنا بنتكلم من موقع النصره لكن من موقع المحبه يعني مش راح تخلص على المسيحيه قال يسوع المسيح ابني كنيستي وابواب الجحيم لن تقوى عليها خلاص مستحيل لانه مين اللي بيبني الكنيسه الرب وفي واحد كان مارس يمكن بسبب الدين والتعصب بتاعه كان يحاول بده يقتل ويلقي القبض على المسيحيين اللي هو شاول الطرسوسي الرب التقى معاه على الطريق الى دمشق اللي هو بولس الرسول وبولس الرسول فعلا اصبح الشخصيه العملاق في المسيحيه اللي لليوم الناس بترجع للمسيح بسبب تعليم بولس الرسول وشهادته ليسوع المسيح وهكذا احبائي يمكن انت بتحاول تقضي على المسيحيين انت عم بتزيد مش عم تقضي هاي واحد اثنين الكلمه الاخيره للرب في النهايه اوعك اوعك تتمادى على الرب مخيف هو الوقوع في يدي الله اذا في عصر اسمه عصر النعمه في هالايام واذا في مسيحيين بيسامحوك وبيغفروا لك هذا هاي من محبتهم للرب عم بتشبهوا بيسوع لكن مش لانه ضعفاء يعني مش عاوزين يجاوبوك في نفس السلاح عين بعين وسن بسن الرب يسوع أنهى على هذا الموضوع من زمان فعزته على الجبل لكن الله بيعطيك فرصة حتى تتوب حتى ترجع إلى معرفة يسوع المسيح مكتوب أجرة الخطية هي موت أما هبة الله فهي حياة أبدية بالمسيح يسوع ربنا لكن الرب يسوع هو الحي مازال يقرع على باب قلبك شو رايك تفتح القلب ليسوع المسيح يقول الكتاب اليوم ان سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم قال يسوع الحق الحق اقول لكم ان من يسمع كلامي ويؤمن بالذي ارسلني فله حياه ابديه ولا ياتي الى دينونه بل قد انتقل من الموت الى الحياه الذي يؤمن بالابن أي بيسوع المسيح كلمة الله وصورة الله الغير منظور الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله لربما أنت واحد من المستهزئين اليوم تشاهد هذه الحلقة وتقول طب ما أنتوا من زمان عم تتكلموا وين يسوع وين يسوع اسمع مقال رسول بطرس لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ لكنه يتأنى علينا لا يشاء أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة توبوا لتمحى خطاياكم لكي تأتي أوقات الفرج من وجه الرب فالله الان يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا متغاضياً عن أزمنة الجهل النعمة ما زالت ممدودة عطية الله لا أنت ولا أنا بستحقها شو رأيك اليوم تتواضع وتتنازل وتقول يا رب ارحمني يا رب خلصني يا رب اكتب اسمي في سفر الحياة رحمة الله ممدودة صدقني صدقني الرب اليوم أعطاك فرصة جديدة عشان تسمع هاي الرسالة ان سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم تعرف الشيطان عم يقول لك اجل خليني افحص لكن يسوع بيقول لك عجل ام تستهين بغنى لطفه وامهاله وطول انته غير عالم ان لطف الله انما يقتادك للتوبه ولكنك من اجل قساوتك وقلبك غير التائب تذخر لنفسك غضبا في يوم الغضب واستعلان دينونه الله العادله الذي سيجازي كل واحد حسب أعماله لأن ليس عند الله محاباة هذا اليوم يوم جديد في حياتك أعطاك فرصة جديدة أعطاك نفس جديد اوعك تضوع الفرصة، اوعك تضوع الفرصة عجلة الزمن تسير إلى الأمام اللحظة بعد دقيقة خلصت الحلقة مش راح ترجع يمكن تشوفها وانا بتمنى حتى لو شفتها ترجع تسلم حياتك للمسيح قل له يا رب ارحمني سامحني على كل خطيه طهرني من كل اثم اغسلني بدمك الكريم صلي قل له يا رب انا بدعوك الى حياتي اليوم حتى تكون سيدي ربي ملكي ومخلصي شو رايك تصليها اليوم قل له يا رب انا بدعوك لقلبي ولحياتي يمكن بتصليها في داخلك في قلبك معليش الرب بيسمع الرب بيشوف فكر قلبك لكن ما تضوعش الفرصة ولما بتصلي هاي الصلاة من فضلك اكتب لنا على الفيسبوك على الإيميل أو فيك تتواصل معنا اتخبرنا بهذه الأخبار الحلوة الأخبار الحلوة أنه المسيح قدم تعاليم قدم قيم مش موجودة في أي دين آخر وهذه القيم هي من خلال شخص المسيح الكامل هو المحبه هو التواضع والشفقه والاحسان اللي بتعلمنا انه نسلك بامانه باستقامه بالصدق وبدون اي كذب في هذه الحياه الى اللقاء